استشاري الاهلي والله يا ابراهيم، والله انا لوحدي يعني، لان برضو الاهلي انا حاجه كبيره بصراحه يعني. انا الكلام ده كلام قلته كتير عن النادي الاهلي قوي. انا عشت في النادي الاهلي ايام انا ايه القصه بقى دكتور؟ فخور فيها. انا مخلصت الجيش بتاعي، كنت بلعب منتخب قوات مسلحه كره الطايره. ايوه كان معانا اللواء الصاوي واستاذ مصطفى المجموعه دي، وكانوا بيلعبوا في الاهلي، فقلت تعالى العب معانا في الاهلي. فجيت طبعا انت تبقى انت صغير عشرينات فرحان النادي الاهلي فاهم؟ يعني النادي الاهلي وبتاع والنادي الاهلي بقى يعني فاهم؟ يعني حاجه كبيره طول عمره النادي الاهلي يعني. وتاريخيا انا لف قلبي زي الوفد، حزب الوفد كده. الناس الوطنيين دول قام زمان دي عندي حاجه كبيره، والزمالك برضو نفس الفكره دي كلها. فانا جيت لعبت بقى في النادي الاهلي واخد بالك، وكان سنتين ثلاثه اربعه حاجه كده يعني. وبعدين كابتن حسن حمدي ربنا يمسيه بالخير، هذا الرجل لا يعوض، قال لي انت لازم تخش عضو اعمل في النادي الاهلي. قلت له لا الا دي، انا كنت اخش المدرج، كان مشات زمان يا عدلي، كان مشات زمان تلعب في عشان الهويه مدرج التوتش. مدرج التوتش ايوه، فكنت اقعد اشجع الاسماعيلي والنادي الاهلي. يا ابني انت بتلعب في النادي الاهلي؟ اقول له لا، قلت له انا بعبد النادي، بعشق النادي الاهلي جدا، لكن فرقه الكوره ليا فيها كلام كتير عشان واحد صاحبنا طبعا. فلا يعني والله انا كاتب النهارده حتى في الفيسبوك كده، عشان كانت ناس زعلانه ان انا جاي هنا وبتاع، قلت لهم انا يعني شخصيه عامه ساديا النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا جدا، وانا عشت فيه وكلت فيه وشربت فيه والناس، وكنت بستمتع قعده الفروسيه دي يا عدلي. طبعا بتشوف فيها ناس وبتشوف فاميليز، كانت حاجه زمان بتكلم في الستينات وده بقى وسياسيين حاجه 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 يعني مصر الحلوه. لا طبعا كانت حاجه جميله جدا يعني. فهو ده علاقتي بالنادي الاهلي يعني.